25 ألف كمامة يتم إنتاجها يومياً بمركب النسيج تيال بغليزان الذي يندرج ضمن شراكة جزائرية تركية. المركب الذي حول بعض وحداته الإنتاجية إلى إنتاج الكمامات يسعى إلى إنتاج 250 ألف وحدة يومياً بحلول الشهر القادم. الوزير الأول وخلال معاينته للمركب أكد أن الجزائر تسعى إلى تحقيق الاكتفاء من الكمامات. القدرات الحالية ممكن نديروا 7 ملايين كل أسبوع ونزيدوا أكثر، نزيدوا أكثر إن شاء الله. إذن هذا في على مستوى الوطن، على كل المصانع اللي موجودة في الوطن، وهذا رايح في الارتفاع إن شاء الله، ونكون نديروا تغطية نسبية، ليست 100% لكن نسبية ومهمة. لكن الآن لازم المواطن يستعمل الكمامة، عندما توصلوا لازم يستعملها، ها مثل الدواء، عندما ياخذ الدواء يروح للصيدليه ياخذ دواء لاستعمال الدواء، وبالتالي الكمامه كذلك اصبحت ضروريه الى حين ننتهي من هذا الاشكال. هذا الان استعمال الكمامه اساسي للابتعاد من هذا الاشكال الوباء هذا ان شاء الله، ونظن بلي المواطن اصبح واعي تدريجيا وستتوفر هذه الكمامات في السوق، ونمر إلى مرحلة أخرى إن شاء الله. الوزير الأول عبد العزيز جراد وبعد سماعه لعرض مفصل حول القدرات الإنتاجية بمركب النسيج دعا إلى إنتاج كمامات ذات جودة وقابلة للاستعمال عدة مرات، وذلك من أجل تلبية احتياجات المواطن. نحن ما يهمنا هو المواطن، لذا عليكم صنع كمامات من مادة القماش وتكون ذات جودة من أجل إعادة استعمالها من قبل المواطن، لأن هناك العديد من المواطنين لا يستطيعون شراء الكمامات أكثر من مرة. الوزير الأول وبالمناسبة استمع أيضا إلى انشغالات العمال وظروف العمل خاصة في ظل الأزمة الصحية.